إصابة فنان مغربي مشهور بورم خبيث في الدماغ يشعل مواقع التواصل. إليكم التفاصيل. فقد كشف الفنان المغربي نتائج تحاليل المخبرية التي خضع لها بعد خضوعه لعملية استئصال ورم من الدماغ، وقد تقاسم الحضري نتائج التحاليل مع متابعيه على حسابه بالإنستغرام، والتي كشفت أن الأمر يتعلق بورم خبيث لكنه لم يتمكن من الانتشار في سائر الجسد، وهذا ما قاله عبر سطور حسابه على الإنستغرام. كسر عبيد حيت ما قدرش يتواصل مع الأطباء. من نتائج بانوا بان بأن الورم خبيث وبأنه خصو يتعالج، ولكن الحمد لله وأن كاين العلاج وكاين الأمل في الله سبحانه وتعالى. وأنا كنتقبل هذا الخبر بروح رياضية، كنقول هذا ابتلاء من عند الله واختبار، وربي كيعطي أصعب المعارك الأقوى الجنود ديالو، وأنا الحمد لله قوي، المعنويات ديالي مرتفعة بالدعوات ديالكم وبالدعم المعنوي ديالكم، وإن شاء الله غندوز هذا العلاج بلا غاديوثيرابي. كما أكد الفنان أن الكم الهائل الذي توصل به من الرسائل والدعوات كان عاملا قويا لتعزيز نفسيته وتشجيعه على مقاومة المرض، لافتا إلى أنه سيبقى متسلحا بالطاقة الإيجابية لتجاوز هذه المحنة. كما أعلن حامد الحضري منذ أسابيع ماضية إصابته بمرض السرطان، مشيرا إلى أنه اكتشف الأمر بالصدفة بعدما أجرى بعض الفحوصات الطبية.